للحديث عن حملة المساعدات الجديدة التي قام بها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في الموصل، معنا من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، بداية السلام عليكم، هل حدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن حملتكم الأخيرة في مخيم ديبجا جنوب شرقي الموصل؟ حياكم الله سيد الكريم. هذه الحملة الإغاثية الثانية التي تقدم منظمة مطار الإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين تقدم الجهود الإغاثية المتواصلة في مخيمات النزوح. هذه الحملة قدمتها المنظمة بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين لتشمل الجزء الثاني من أهلنا النازحين من محافظة نينوى وكذلك محافظات أخرى من العراق، وكذلك العائلات التي تم طردها بصورة قسرية من المخيمات التي أغلقت قسرا بوجه النازحين، ونشأت إلى هذا المخيم وغيرها من المخيمات في محافظات كردستان. وهذه الحملة شملت 500 عائلة كريمة في هذا المخيم، وهذا المخيم بعيد جدا عن متناول أيدي المنظمات، ولذلك قدرنا حالة هذا المخيم وتم تقديم الجهود الإغاثية لأهلنا النازحين في هذا المخيم. كيف أثر الإغلاق القسري للمخيمات على الأوضاع في مخيم ديبكا وتحرككم أيضا بالمقابل إلى مباشرة هذه الحملة؟ الإغلاق القسري أثر سلبا بصورة كبيرة جدا على بقية المخيمات، حيث تضاعفت أعداد العائلات التي لجأت إلى مخيمات محافظات كردستان، وكذلك بعض المخيمات التي بقيت وهي مخيمات قليلة جدا. بقي مخيم عامرية الفلوجة وكذلك مخيم الزيادة الذي هو تشمله وزارة الهجرة بعنايتها ولا في تقديم الجهود الإغاثية. هذه الأعداد المضاعفة التي جاءت إلى هذه ولجأت إلى هذه المخيمات هي ليس لها أي خيار آخر، ولجأت إلى هذه المخيمات مما ضاعف الظروف المأساوية على النازحين، لأن إدارة المخيمات في هذه المحافظات تضطر إلى تقسيم حصة العائلة الواحدة إلى عائلتين لأنها مضطرة إلى هذا الأمر، لأن الأعداد كبيرة جدا بدأت تلجأ إلى هذه المخيمات، لذلك هي أثرت سلبا. هي بالأصل كانت الإغاثات وكذلك الجهود الإغاثية من الجهات المسؤولة كانت ضعيفة جدا، فإذا جاء هذا الظرف الجديد ولذلك أثر سلبا على هذه العائلات. طيب، إلى أي مدى دكتور يحتاج النازحون في مخيم ديبكا إلى تواصل الحملات الإغاثية؟ حقيقة ظروف مخيم ديبكا ظروف صعبة جدا، لأنه بعيد جدا وصاير وسط محافظات ثلاث في منطقة نائية بين محافظة الموصل ومحافظة كركوك ومحافظة أربيل، لذلك هم يحتاجون، لأن مخيمهم بعيد ولأن الأعداد كبيرة. هم الآن اضطروا إلى فتح مخيم جديد لاستقبال أعداد ممكن أن يستقبلوها ضمن طاقتهم الاستيعابية، لذلك هم اضطروا إلى أن يفتحوا مخيم جديد مجاور إلى المخيم الأصل القديم. هذه الأعداد تضاعفت وهو بعيد جدا عن طرق المواصلات. الكثير من المنظمات هي اصلا عزفت عن تقديم الجهود الإغاثية، ما بقي منها قد لا يصل الى هذا المخيم نتيجه للظروف الامنيه المحيطه فيه، وكذلك لبعده عن طرق المواصلات ومشقه الوصول اليه، وكذلك الاعداد الكبيره التي يشهدها هذا المخيم. لكن منظمه المنقرة وهيئه علماء المسلمين آلت على نفسها تقديم الجهود الإغاثية إلى أبعد نقطة يخطنها أهلنا النازحون، لأننا نقدر ظروفهم المأساوية التي يمرون بها. ليست هنالك مأساة مثل مآسي النازحين،
حيث على طيلة مدى 5 سنوات هم يعانون من انكبات النزوح والظروف المعيشية الصعبة، هم في نكبة حقيقية لم يشهد العالم مثل هذه المأساة الكبيرة، مأساة النزوح في داخل البلد طيلة 3 سنوات، والجهات الحكومية المسؤولة لا تلتفت إليهم بل تزيد من ضعفهم وتزيد من ظروفهم المعيشية الصعبة. نعم. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لك.